انتي عرفتي من 2018؟ 2018 عرفتي فين؟ منين؟ من جارتي. يعني هي اللي هي انتي قلت لها عندي حاجه او كده وهي قالت لك؟ ده هي بالصدفه صاحبتها بتعمل عمليه، عملت عمليه هناك. فقالت لي ان ما طلع لك ورم او كده. قلت لها انا حاسه بحاجه. قلت لها في ورم. قالت لي طب نتصل بيها هي ونشوف. اتصلنا انت فعلا. انت ما كنتش لا ما كنتش اعرفها خالص. اتصلنا فعلا على الارض ما ردوش، قعدنا 3 ساعات انا وهي. انا قلت لها انا هجيب لك رقم يرد عليك على طول. الخط الساخن فعلا مفيش على طول. اتصلت بيهم ردوا عليا على طول. حلو قوي. وخدوا مني الاسئله. وبعد كده حددوا لي الميعاد على طول. بعد قد ايه؟ شهرين. شهرين. ورحتي بعد ورحت شهرين؟ ورحت في الميعاد. كان محجوز لي المكان، كشفت، عملت كل حاجه في يوم واحد. وقالوا لي انه في. مين اللي اداكي الخبر بقى؟ ولا خدتيه بصدمه؟ ولا خدتيه؟ لا خدته بصدمه كبيره. مع انك بشوشه وبتتعبي. بشوشه بس يعني اتخضيتي. لا كلمه كانسر بتخض لوحدها. بس هم قالوها لك ازاي بقى؟ هم قالوا لي في كانسر، في ورم مش حميد. فبقول لها حميد؟ قالت لي لا مش حميد. فعيطت، قالوا لي انت بتعيطي ليه؟ قلت لها صدمه. قالت لي كل حاجه هنا بتتداوى واحنا عندنا حلول لكل حاجه. فما تقلقيش من اي حاجه وكله ان شاء الله هيتحل. قلت لها ان شاء الله. يا حبيبتي فين جارتك الحلوه دي؟ ايه انت فين؟ هي فين؟ اسمها ايه؟ هاله مسعد. هاله مسعد؟ تعالي هاله، مش تيجي تاخد ناخدك بالحضن كده تيجي مع صاحبتك؟ انا متابعه عندكم. ها؟ متابعه. هي عامله متابعه. انت متابعه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ حبيبتك تريزا؟ طبعا. تعالي اقعدي. هي مش حبيبتي بس اختي كمان. والنبي؟ فهاله بقى هي اللي ايه؟ اللي قايمه بكل حاجه. بتتصل بيها بتقول لها طمنيني على ماما. تكلمني تقول لي طمنيني على ماما، انا اقول لها بقى الخطوات يعني. اطمنها ولا لا؟ هي حامل. يا حبيبتي. وانتوا بتفطروا مع بعض في رمضان بقى؟ صدقيني ساعات بنفطر عندها وساعات بقى. انت بتتسحر معانا وبتفطر معانا. بس هي معاها 3 بنات. معايا 3 بنات زيها. يا حبيبتي. تخش لازم السحور ده نندع عليها، تعالي اتسحري يلا. والله على طول السحور يا طنط. اقول لها طب يلا. تقول لها مش هتسحر من غيرك. يا حبايبي يا حبايبي. كانت بتنام مع اولادي جوه يعني انا يعني. ايوه بنات. بنات وجيران مع بعض. 22 سنه مع بعض. بقت زي اختي. صدقني اختي. بقت زي انا اختها. يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي. احنا اخوات فعلا. انت هتعملي العمليه امتى؟ قالوا لي في خلال شهر بعد الكيماوي يعني. حددوها لما الكيماوي بس يخلص من جسمي. الدكتوره امبارح قالت لي. انت عارفه ان انا كنت لسه يعني قبلك كنت عند حد وعامله العمليه وكده. شفتها اللي بتبيع خضار؟ لا غير دي. شفتي بتاعت الخضار ده؟ انت متابعينا يا تريزا. قاعده متابعينا الحلقه. ما انا عرفت البرنامج من الممرضه هناك. قالت لي البرنامج بتاعنا بيجي على بس شفتيه في التلفزيون بقى بقى ايه؟ فقلت دي مش هتيجي. لا طبعا قلت النهارده انت هنا مش. طيب احنا جينا لك هتقولي كده يا جماعه. لا بصدق بصراحه احنا جايين بزياره. احنا جايبين الزياره بتاعتنا. بصي بقى يا ستي بهية قال لك ايه؟ لازم تشربوا ميه معقمه. فده فلتر لمده سنه من تانك، شركه تانك. وجايبين لك عصير رمضان بقى عشان انت و ماشي. تشربوا بقى مع بعض. بس مش كده بس، احنا جايبين بقى الهديه الكبيره. خشي يا شعراوي كمان. يلا المفاجاه بقى. جايبين لك تكييف حلو بقى. ده احلى حاجه. احلى تكييف. احلى تودو. احنا في اخر دور. كان عارف لما تعمل العمليه ازاي ولا لا؟ ان شاء الله. احنا عارفين انه الحر بيضايق في موضوع العمليه ده، فقلنا بقى نلحقك قبلها. والتكييف كده يطري بصراحه يعني حاجه زي كده. لا ان شاء الله يا حبيبتي يطري على قلبك. يا كتير قوي بجد يعني. لا والله ما كتير. بصراحه يعني الواحد مش عارف يوفيكوا ازاي. لا يا حبيبتي احنا مش عارفين نوفيكي انت ازاي. الواحد لا والله يعني انا بروح ببقى مرتاحه يعني عارفه يعني. الواحد بيتكلم بيروح يقعد في تكييف، معامله كويسه، ناس كويسين. يعني حاجه عملتوها لينا يعني. انا ابني راح قال لي ماما انا لازم اروح اشوف لحسن يكون. هتنتظري كتير وانت مش هتقدري. انا قلت لها انتظار وبتاع. ودخل الدكتور ياسر الاستشاري قال له لو ماما حالتها متاخره، لان انا في المرحله الثالثه، لو ماما حالتها متاخره وهتنتظر كتير يا دكتور انا اعملها بره. قال له لا يا حبيبي احنا ما عندناش هنا طابور انتظار، لو ماما محتاجه العمليه في خلال 10 ايام احنا بنحدد لها العمليه.